مساء الخير، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الحياه اليوم. كل سنه وحضراتكم كلكم طيبين وبخير وبصحه يا رب وسلامه دائما بمناسبه المولد النبوي الشريف، بمناسبه مولد النبي. كل سنه واحنا كلنا بخير وطيبين ومحتفلين بالمولد النبوي الشريف. النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقه شهد احتفال وزاره الاوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف. عايز اقول لكم ان انا هقسم معاكم وانا الحقيقه وجود الرئيس الى الاحتفاليه التكريم والكلمه الرسميه، ثم هاخد جزء كده بسيط من تواجد الرئيس وهي الكلمه اللي اتكلمها بشكل طبيعي وتلقائي زي ما تعودنا في اوقات كتيره جدا مع الرئيس، ان هو ايوه انا جاي اتكلم في مناسبه رسميه واحتفاليه رسميه ولكن في كلام انا عايز اقوله، والرئيس بيرتجل هذا الكلام وبيتحدث إلى الشعب المصري كله، ليس بالضرورة بسبب الاحتفالية لكن قد تكون هي سبب، إنما ليس بالضرورة اللي قاعدين قدامه بس وليس بالضرورة في إطار هذا الاحتفال. كلمة الرئيس النهاردة كانت الرسمية، كلمة مهمة لأنه بيتكلم فيها وبيعود بينا إلى السيرة، السيرة النبوية. انت النهاردة بتحتفل بمولد البابا، بتحتفل بمولد النبي، ولكن احتفالك بمولد النبي ازاي؟ القيم، العودة الى الاصول، الجذور، وحاجات كتير قوي احنا بنستلهمها من هذه الاحتفالية، بخلاف طبعا عايز اقول لكم طرقنا احنا في بيوتنا، ولكن للناس المتدينة الازهر التواجد بتاعنا ايه، الدنيا ماشية ازاي، وأيضا التوضيح من رئيس الدولة لما نمر به، واللي احنا بنمر به ده شيء مش بإيدينا ولكن ده شيء فرض علينا، وان احنا بإذن الله هنقدر نحتوي وهنقدر ان احنا نتحرك وهنقدر ان احنا نستمر ونتعامل مع ده. الرسالة اللي بيقولها الرئيس دائما في الفترة الماضية لو حضراتكم تلاحظوا في ظل تواجده في احتفالات مختلفة، في احتفاليات مختلفة، بمناسبات مختلفة، تقريبا هو بيركز على منطقتين، منطقة الأمل اللي احنا رايحين له، ومنطقة هو انت ليه بتعدي بهذه الظروف الآن؟ ليه احنا كنا ماشيين كويس جدا وكلنا كنا متابعين الكلام ده لغاية 19 20 احنا كنا زي الفل بسم الله ما شاء الله، كناش مصدقين اللي بنعمله، ولكن بسبب الكورونا ثم يعقبها الحرب الروسية الأوكرانية واللي حصل في الإنتاج واللي حصل في الأسعار في العالم واللي حصل للعملات، كل ده أثر علينا جدا. ولكن هل ده معناه إن مفيش مستقبل أفضل؟ هل ده معناه إن احنا ما عندناش قدرة إن احنا نعدي؟ هو ده الرسالة اللي دايما بيوجهها الرئيس. أنا عارف، ما أنت لما بتلاقي رئيس دولتك طالع يتكلم وبيقول وبيحدد أسباب المشكلة وأبعاد المشكلة، ولكن أيضا لازم نستمر في الحل، ما احنا مش هنقف. ما هو انت لو كانت فعلا المشاكل دي جت لك من 8-9 سنين قبل ما انت كنت تبني وتعمل شغلك وتحضر حاجات معينة، الحقيقة كان زماننا تسفلتنا، كان زماننا تسفلتنا كاقتصاد، كان زماننا الوقت الدنيا راحت، لأن انت الحمد لله ان انت قدرت توقف نفسك شوية قبل ما تيجي الخبطة اللي اجت لنا من 2020. كنت انت وقفت على رجليك شوية، كنت انت بدأت تنتج، كنت بدأت كبرت شوية في الزراعة، كبرت في الصناعة، عملت طرق، عملت مواني، عملت حاجات بدأ النهاردة هي اللي بتسند معاك في الاقتصاد. قبل ما احنا نتحرك ونبدأ ندخل على هذه المنطقة والحديث اللي من القلب بقى بعد كده من السيد الرئيس، خلينا نشوف جزء من الكلمة بتاعته النهاردة في هذه الاحتفالية. يأتي احتفالنا هذا العام بالمولد النبوي المبارك بينما يمر العالم بظروف دقيقة
تعيد إلى الأذهان ذكريات من التوتر والقلق والاضطراب لم تحدث منذ عقود طويلة، فما بين الكارثة الصحية التي تسببت فيها جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية عميقة الأثر الناجمة عن توقف عملية الإنتاج في كبرى دول العالم، وما أعقب من ذلك من موجة ارتفاع أسعار عالمية تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية في تفاقمها بشدة، مما دفع الدول الكبرى لرفع أسعار الفائدة على نحو غير مسبوق أملا في احتواء التضخم، وهو ما استدعى نزوحا كثيفا لرؤوس الأموال من الدول النامية إلى الدول الغنية. ومن هنا جاءت أزمة النقد الأجنبي التي يمر بها اقتصادنا والعديد من الاقتصادات الناشئة. والحق أقول لكم إن عاصفة طاغية كتلك كانت كفيلة في الظروف العادية باقتلاع اقتصادنا بشكل كلي والعصف بالكثير من مكتسبات الشعب المصري، وإن الثماني سنوات الأخيرة من العمل التنموي المكثف غير المسبوق في حجمه ونطاقه وسرعته قد أثمرت صلابة وصمودا ومرونة كبيرة لدى اقتصادنا القومي، بما يدفعنا إلى اليقين بأن الصعاب الحالية إلى زوال قريب بإذن الله، لا سيما أننا نبذل أقصى ما في الجهد والطاقة للتخفيف من آثارها على أبناء شعبنا، مع الحفاظ في ذات الوقت على قوة الدفع اللازمة لاستكمال مشروعات التنمية ونمو الاقتصاد، بما يحافظ على معدلات التشغيل المرتفعة ويضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي وأمن الطاقة للمواطنين رغم الظروف العالمية الصعبة في هذين المجالين. أعتقد أن ده تفسير واضح جدا ومباشر. أيوة احنا عندنا أزمة في العملة، والرئيس يمكن النهاردة وضحها بشكل أكبر، وعايز أقول لحضراتكم حاجة، وده حاجة مهمة جدا، إن اللي عملته الدول الكبرى برفع نسبة الفايدة على اللي يجيب فلوسه عندها خلت كل رؤوس الأموال تهرب من قطاعات كتير، كله مش عندك أنت بس، واضحة وصريحة. هيكسب أكتر، هو بيبحث عن إيه؟ عن المكسب. ولكن خلينا نعود إلى الاحتفالية. لو تلاحظوا في الآونة الأخيرة كان بالأمس في الإسماعيلية وأيضا النهاردة في الاحتفالية بالمولد، الرئيس يكرم طلبة، يكرم أساتذة. النهاردة كان أيضا هناك مجموعة من التكريمات أو الناس المكرمة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المناسبة. على الهاتف أستاذنا الكبير الدكتور صابر عبد الدايم، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع الزقازيق، وأحد المكرمين باحتفالية المولد النبوي. دكتور صابر مساء الخير يا فندم، ألف مبروك. الله يبارك فيك، وكل سنة وانت طيب يا فندم. يا رب جميعا إن شاء الله تعود علينا بالخير والرخاء على مصر كلها يا رب إن شاء الله. عايزك توصف لي شعورك ايه لما اخترت انك سيتم تكريمك من قبل الرئيس في هذه الاحتفالية. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اولا نحن نثق في قيادتنا ونحب فخامة الرئيس من اجل انه يعني القى بنفسه في هذا الخضم الكبير، والحمد لله كما يعني سمعنا مقدمة ومقدمة سيادتك انجزت مشاريع كثيرة. فحينما يعني أبلغت من فترة بأننا يعني مرشح للتكريم من قبل الرئيس، حدث عندي نوع من الشعور بالفرح والسرور، ليس لشخصي فقط ولكن لأن الدولة أيوة. مصر هي تحترم علماءها وتقدر العقول النيرة وتقدر من يبذلون الجهد في أي ميدان، سواء كان في ميدان الدعوة، في ميدان العلوم الإنسانية، في ميدان العلوم التطبيقية، في الميدان الزراعي. مصر مليئة بالمواهب،
يمكن بالامس كان هو في جامعه الاسماعيليه، وبمناسبه 50 جامعه من جامعات مصر تبع التصنيف العالمي، وراى الشباب امامه. النهارده في الخطاب بيقول يعني هل أم عندها هذا الشباب؟ هل تقلق على مستقبلها؟ يعني الشباب العلماء والمتفوقين. إذن كان شعوري يعني شعور بأن طريق مصر هو طريق العلم وطريق التقدم العلمي والاكتشافات العلمية من أجل أن التنمية الاقتصادية والزراعية وكل شيء في البلد يعني. فطبعا يعني وشعور يعني لا يقدر بالزهو، لأن يعني قمة تكريم العالم أن تقدره الدولة، وأن يأتي التقدير من رئيس الدولة نفسها الذي يقدر العلم والعلماء. طب دكتور صابر، خليني أسأل حضرتك رأيك إيه في الرسالة اللي قالها الرئيس النهاردة وتفسيره لما نمر به من أزمات؟ هو واضح جدا الرئيس بيعرف إن إحنا كلنا عارفين إحنا في أزمة، ولكن السببية بتاعة الأزمة سواء الكورونا سواء الحرب الأوكرانية سواء نزوح رؤوس الأموال إلى مناطق آمنة في الدول الكبرى، هذه الرسالة اللي الرئيس بيقدمها للشعب رأيك إيه فيها؟ وتقول إيه للناس في هذا الزمن إحنا كلنا مضغوطين؟ تقول لنا إيه؟ طبعا هي رسالة صريحة وتصدر من أب كبير، يعني أب والأسرة معه، يعني هو بيتكلم مع أولاده مع إخوته مع أسرته نفسها الأسرة المصرية كلها، فيريد أن يطلعهم على الواقع وعلى الواقع العالمي، ومصر جزء من هذا العالم. وإذا ولكن إذا حصل عندنا بعض المشاكل بعض الأشياء، نحن والله كنا نتحدث مع أولادي اليوم، نحن أحسن من دول كثيرة، على الأقل الغذاء موجود، الكهرباء موجودة، المياه موجودة، يعني جميع القطاعات موجودة، لم ينقطع أي شيء، وهذه نعمة كبرى. إذن فسيادة الرئيس كان يريد أن يعني يوصل رسالة، إن احنا مثلا حتى جاب كلمة الأشرار يعني في الكلمة الأخيرة، أو كما قلت سيادتك مخاطبة الشعب للقلب للقلب، ونحن نريد أن نقضي على الكذب، نقضي على التحايل، نقضي على الغش، نقضي على الإشاعات، نقضي على الإرهاب، الفكر المطرف، الهدم لناس يعني أعداء النجاح كما يقولون. فيعني يريد أن يوصل رسالة أخلاقية، أننا نعود إلى تقاليدنا وعاداتنا الجميلة، العادات المصرية، ويعني وهذا سيكون التقدم عن طريق العلم وعن طريق الاهتمام بالعلم وعن طريق الجودة، وأن كل إنسان يعني يعمل ما يعني ما عليه بدافع من نفسه وبدافع من انتمائه لهذا الوطن الغالي لوطنه ودينه وعروبته وإسلامه. دكتور صابر عبد الدايم العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع الزقازيق وأحد المكرمين باحتفالية المولد النبوي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وعلى حديثك معنا على الهاتف. الشيخ محمد حسن عبد العظيم إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف وأحد أيضا المكرمين باحتفالية المولد النبوي. مساء الخير يا مولانا. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المستمعين والمشاهدين الكرام. أولا كل سنة وانت طيب وألف مبروك. الله يبارك في حضرتك وحضرتك والأمة الإسلامية كلها بخير ويمن وبركات وتيسير ورضا، اللهم آمين. بإذن الله آمين يا رب. مبروك على هذا التكريم، وقل لي لما اختاروك ان انت سيتم تكريمك احد المكرمين في هذه الاحتفالية. انا ملاحظ ان الرئيس في كل الاحتفاليات الخاصة بجهاته المختلفة بيحرص على تكريم علماء، بيحرص على تكريم طلاب، بيحرص على التكريم. يعني النهاردة شفنا أئمة، شفنا شيوخ، شفنا دكاترة، شفنا أساتذة الأزهر، رأيك كان عامل ازاي وشعورك كان عامل ازاي؟ طيب بداية بعد ثنائي وشكري وخالص امتناني واعتزازي بهذا التكريم، اللي اي واحد فينا يعني اكرمه الله عز وجل بهذا التكريم يسعد ويفخر بهذه المنحة الربانية، لان ذلك يعني اختيار من الله سبحانه وتعالى. وانا لي رؤية مختلفة شوية. ايه هي؟ ان التكريم ده لا انظر على او لا انظر الى الجانب النفسي او الانفرادي فقط، بل انظر الى الجانب الجماعي. بمعنى ايه؟ التكريم ده يمثل نقطة امل
لكل إنسان تعب واجتهد وقدم من العمل ما ينفعه لوقت يرى فيه شيئا من إنجازه أو شيئا من ثمرة هذا العمل. بالنسبة للمستوى الفردي دي رسالة لكل طالب علم، إنك تهد يا بني في دراستك، وأكيد هيجي عليك يوم ساعة النجاح وساعة التفوق تشعر بقيمة تعبك. محدش بالظبط، البلد مش هتنساك، يعني انت تحت نظرنا وقريب مننا وملاحظين انت بتعمل ايه. جدع، الله يفتح عليك، احسنت. ده على المستوى الفردي. اما على المستوى الجماعي فنهضة الامة وخاصة على وجه التحديد النهضة المصرية الحديثة، ان وان كنا يعني بعض المشاريع لم نرى اثرها دلوقتي لانها يعني لسه في طور الانشاء، كذلك نرى اثره بعد ذلك، يعني لا نستعجل ابدا. ولذلك الانسان بيعيب على الناس اللي هم بيحبوا يزرعوا الشجره ويجدوا منها الثمره في نفس الوقت، كيف يكون ذلك؟ يعني نقطه الامل تعطينا ان نصبر على التعب لانه سياتي عليه وقت فيجني ثمره هذا التعب. فدي نقطه امل يعني حبيت ان انا ابعثها لنفسي ولكل احبابنا المصريين، ان ربنا سبحانه وتعالى سيجعل بعد العسر يسرا، بل سيجعل مع العسر يسرا. يعني حتى التعبير القرآني الجميل، ربنا ما قالش بعد عشان يعرفك ان ايه ان هيأخر شويه، لا هيجيلك ان شاء الله، ولكن ايه، ولكن لكل عطاء وقت ولكل منحة يعني هيئة تناسبها. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية ان دي برضو بتعرفنا ان التخصص شيء طيب. يعني الدولة المصرية لما تيجي مثلا في عيد الشرطة تكرم أبناء الشرطة، يجي مثلا في مولد سيدنا النبي عشان تكرم المتخصصين، فدي نقطة جميلة قوي بتدينا احنا كمجتمع ملمح مهم. ايه هو؟ ان كل واحد فينا يستطيع ان يخدم وان ينفع الناس بما امكنه من التخصص. ولذلك ساعة ما كل واحد فينا بيتعدى تخصصه الى غير تخصصه او يتكلم في غير فنه يفسد ولا ينفع. فدي برضو رسالة مهمة جدا. يعني معلش انا راجل مش تخصصي اقتصاد، فلما اجي اعيب على الخبراء الاقتصاديين ده عيب مني انا مش منهم هم. ليه؟ انا راجل مش متخصص، لم ادرك ابعاد المساله، لم ادرك قيمه ما يفعلون، وبالتالي خطا فادح جدا. حتى احنا كمجتمع بنلحظه لما تجد بعض الفئات ممن لا يجيد قراءه كتاب من الكتب، يقعد يقول لك الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعه. انت عرفك ايه؟ انت عندك ايه من الادوات والملكات والعلوم ما يؤهلك لذلك؟ هذه نقطة التخصص. وعلى فكرة والله 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 كل إنسان فينا لا يستقل عمله أبدا. عملك القليل ولو كنت تراه قليلا لو جودته وحسنته وأتقنته ربما يكون بسببه ترتقي الأمة وتنهض الأمم بسبب العمل الصغير ده، بس بشرط إن احنا إيه يعني نعمله لله سبحانه. أنا مستمتع بحديثك يا مولانا الحقيقة، والله العظيم أنا مستمتع بيه جدا. أنا حابب أحكي لحضرتك موقف كده على السريع عشان ما أطولش عليك. اتفضل. أنا ساعة جائحة كورونا لما حصلت وقعدنا في بيتنا، أنا طبعا في مسجدي مش مجرد إمام أخطب الجمعة وأصلي بالناس وانتهى الموضوع، لا، أنا في مسجدي بحاول أكون مصلح اجتماعي، بحاول أكون مربي للأجيال، بحاول أكون حاجات كتير. فلما جت جائحة كورونا أنا بدأت أفكر، طب أنا عايز أنفع الناس أعمل إيه؟ أنشأت قناة على اليوتيوب وشرحت عليها المواد الشرعية بحكم تخصصي ده، ما انا هقدر افيد في مجالي. انشأت على قناة على اليوتيوب وشرحت عليها المواد الشرعية لطلبة الصف الثالث الثانوي الازهري، وما شاء الله على القناة حاليا دلوقتي حوالي 25,000 مشترك، وفي فيديوهات بتتخطى 75,000 مشاهدة. ده يدل على ان ما دام ان الحمد لله الواحد اخلص في العمل فربنا سبحانه وتعالى جعل عمله طبعا ويكفينا قول طبعا ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ربنا يكرمك وبشكرك. الله يبارك فيك. وانت تستحق التكريم النهارده. شكرا ليك الشيخ محمد حسن عبد العظيم، امام وخطيب ومدرس بوزاره الاوقاف. شفته؟ اظن انا تركته ويتحدى. انا بحب لما يكون معايا قيم مختلفه او ناس تدخل، انا بديله عايزه يقول لكم رايه، عايزه ينقل لحضراتكم هو شايف ايه، قطاعاته المختلفه تماما. وبهذه المناسبه خلينا نشوف بقى الرئيس لما بدا يتكلم خارج الكلمه الرسميه، شوف الرئيس اتكلم ازاي خاصة عن الإسماعيلية بالأمس وعن ما يحدث الآن على الساحة السياسية وعلى الساحة في مصر. نشوف الرئيس قال ايه ونرجع تاني.
احنا كنا امبارح موجودين في الاسماعيليه وكان في احتفال بتخرج شباب الجامعات، والحقيقه الاحتفال ده رغم بساطته لكن الحشد اللي تم فيه استدعى حاجه في نفسي غريبه جدا. بتقول بقى في امه يكون شبابها بالحجم ده ويبقى عندها قلق على بكره؟ صحيح، في امه يكون شبابها بسم الله ما شاء الله بالعدد ده وبالحجم ده والقدره دي تبقى قلقانه من بكره؟ ده بكره ده بتاعهم هم، بكره ده بتاعهم هم، وهم قادرين بفضل الله سبحانه وتعالى على ان هم يحموا اقدار هذه الامه من اي شر او مكروه. فالحقيقه كنت لازم اسجل ده، ما لحقتش امبارح او ما عرفتش امبارح ان انا اسجله، لان ده احساس تولد في حينه. يعني انا بقول كده للناس في مصر عشان يعني في الفتره اللي احنا فيها ديت هنجد دايما كتير من البهتان والافك والاثم والشرور والكلام اللي لا يليق. واسمحوا لي اقول لكم يعني لكل الناس اللي بتتكلم بالطريقه ديت، مفيش امم ابدا قامت الا على الصدق والعمل والامانه. اظن رسائل واضحه من الرئيس. على فكره أنا كنت سعيد جدا بوجودي في هذه الاحتفالية تحدث عنها الرئيس في الإسماعيلية بالأمس، وقدمت لحضراتكم وقابلت سواء رئيس جامعة قناة السويس أو 6 من الطلاب المختلفين اللي هم مشاركين في التنظيم، مشاركين في أو تم تكريمهم. وأنا كنت أتحدث النهاردة مع زميلي قبل ما نطلع في الإعداد، بقول له الرئيس واخد يعني احنا شفنا امبارح لقطات. انا لما بطلع كمذيع جماعه او كاعلامي وقاعد قدام شباب، انا يعني شاب 19 سنه 18 سنه 20 سنه 21 سنه، بالتاكيد انا ما بتوقعش منهم القدره على التعبير او قدرته على ان هو يكون ادارجي او كذا. انا شفت رئيس اتحاد طلاب واقف بيحرك اتوبيسات في كل حته والناس مش عارف مين وهنعمل ايه. ما انا كنت في اتحاد طلاب زمان، كنا كويسين ولكن ما كناش متمكنين كده بالأمانة، وما كانش عندنا الدفعة دي الوقفة دي انك انت داخل وبتنظم واحنا اللي نظمنا واحنا اللي استقبلنا واحنا اللي عملنا. شفت ناس، شفت الطالبة المثالية وهي تتحدث، شفت الدكتورة اللي خارجة او المتخصصة اللي داخلة من الكلية الصينية اللي جاية علشان بتعمل دراسة في الموجات الكهربائية للعضلات علشان تركب الطرف الصناعي عشان يتعامل. احنا بقى عندنا بجد زي ما الرئيس قال بجد، انتوا بتتكلموا على 3.5 مليون طالب جامعي في مصر، 3.5 مليون طالب جامعي، وبتتكلموا على 10 مليون في المدارس، فانتوا بتتكلموا على 15 تقريبا 14 مليون، ده غير بقى الدراسات العليا غيرهم، فبتتكلموا على ظهر فعلا زي ما الرئيس قال، وفي امه عندها كل دول. يا جماعه 3.5 مليون طالب جامعي بس في الجامعات في مصر، في الميت جامعه اللي معمولين في مصر، دول اكتر من تعتاد دول. يعني في دول ما بتعملش 0.5 مليون ومليون ولا 2 مليون. وبالتالي لا، انت قوي، وبالتاكيد دول هيكون ليهم بكره لان هم خارجين ليهم رؤيه، وقدمتها لكم بالامس وقابلتهم، خارجين ليهم راي، خارجين وهو بيقول انا مش ماشي من مصر، ده انا قررت اشتغل في الحته الفلانيه. بتاع الصيدله اللي بيكلمني بيقول لي لا انا دلوقتي بتعلم تصنيع الدواء في كليتي، فانا من دلوقتي عارف هطلع اشتغل فين. كل ده انت قدرت تعمله امتى وحضرت له ازاي؟ من هنا تعرف تثق في بكره، تثق. عندنا مشاكل عندنا ازمات بنمر بيها وهنمر بازمات اخرى، وهي دي سنه الحياه. انما ارجعكم للكلمه اللي قالها الرئيس، مفيش بلد بتتبنى
على نفاق وهجمات وتقعد يعني مش عايز اقول لكم احنا وصلنا لمرحله ايه، تكفير الاخر وانك انت تكفر المجتمع وانك انت ده مش نافع وده مش عارف ايه. السلبيه في التفكير حكمت علينا بحاجات كتير قوي، انما لما تبص لبعض الاشارات المضيئه حتى لو انت قلت لي في نهايه النفق، ايوه يا سيدي ماشي في نهايه النفق، ما هو نفق وهتعديه هتعديه، ولا تحب نقعد جنب الحيطه ونقعد بقى خلاص يعني ونقول لا. انت بنيت وزارع، وفعلا فعلا انت فعلا بنيت وزارع، وباذن الله هتعرف تجني هذه الثمار. على فكره بمناسبه المولد النبوي، النهارده السيده انتصار السيسي هنأت الشعب المصري كله والامه الاسلاميه عبر حسابها في تدوينه على السوشيال ميديا ايضا بمناسبه المولد النبوي. هنطلع فاصل وهنرجع لحضراتكم تاني نكمل معاكم، لان في انشطه اخرى مهمه عملها الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده الحياه اليوم. الندوات الدينيه والثقافيه إحدى الأدوات الإصلاحية في المنظومة العقابية التي تطبقها وزارة الداخلية. من هذا المنطلق نظم قطاع الحماية المجتمعية ندوة دينية للنزلاء احتفالا بالمولد النبوي الشريف بمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان بحضور عدد من شيوخ الأزهر في إطار الحرص على إحياء المناسبات الدينية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. هذا الاحتفال إذا يعني دل على شيء فإنما يدل على حب الوطن والحرص على العمل والإخلاص بأي شكل من الأشكال في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار والصلاح والإصلاح لهذا الوطن العظيم. ندوات بنعرفهم فيها قد إيه الأمل موجود وقد إيه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان صانع أمل، وطالما تجدد الأمل هيا إلى العمل، ونبين لهم انه حال الانسان دائما ما بين عسر ويسر، وبالتالي ما بين صبر وشكر، وبالتالي هو مجازى وماجور. فكره هذه الندوات ترتكز على احياء الامل في نفوس النزلاء وتقويم سلوكياتهم وتعريفهم بامور دينهم، حيث باب الاستفسار والنقاش مفتوح امام النزلاء خلال هذه الندوات، وهو ما يتفق مع المعايير الانسانيه في المنظومة العقابية والإصلاحية. بنحس إنه هذا التفاعل الحقيقي إنساني، تفاعل إنساني. وجود تنظيم الحفلات ومن خلالها الندوات الدينية في شتى المناسبات الدينية، ده شيء يعني بيعلي من الروح المعنوية مش عند النزلاء بس وعندنا إحنا كمان، لأن إحنا بنشارك الضعيف في وقت ضعفه، إن إحنا بنرفع من حالته النفسية والإنسانية. بطلع من ندوة هنا عندي أمل كبير جدا إن أنا أكمل، بتساعدني وبتثقفني في حاجات كتير قوي، بسأل على حاجات كتير أنا مش كنت فاهمة فيها حاجة تعلمتها هنا. الندوات الدينية اللي حضرتها في مركز التأهيل كان ليها تأثير إيجابي جديد جدا على طاقتي النفسية والإيمانية، من ناحية إن هي بتجدد الطاقة النفسية عندي وبتديني قوة وصبر على تحمل ما هو قادم. أنا سعيدة جدا النهاردة إن أنا حضرت ندوة دينية بمناسبة المولد النبوي الشريف. كل سنة والأمة الإسلامية بخير، وكل سنة وكل زمايلي النزلاء هنا بخير. الاحتفال بمولد خير الأنام في مراكز الإصلاح والتأهيل لم يقتصر على تنظيم الندوات الدينية، إنما شهد فقرات للإنشاد الديني استعرض خلالها النزلاء مواهبهم في الإنشاد والغناء والعزف على الأدوات الموسيقية المتنوعة، وهي مواهب تم إثقالها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال برامج تأهيلية متطورة يشرف عليها خبراء ومختصون. مواهب عظيمة، أصوات جميلة وأداء طيب، معناه أن وراء ذلك عمل جبار ونظرة جديدة. حتى الروح اللي الناس بتؤدي بها النهاردة روح حرة طليقة، أمل جديد،
محبة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسنات كل القائمين عليها. تخيلنا أن هذا عالم جديد، إنسان جديد تغير من حال إلى حال بعد أن كان قد جاء لتقضية عقوبة، فإذا به يتحول إلى إنسان جاء ليصنع أمل جديد. ندوات دينية ذات مردود إيجابي فعال على النزلاء ترشدهم إلى الطريق القويم وتفتح لهم باب أمل إلى حياة أفضل عقب الإفراج عنهم، وهذا هو جوهر السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية، بناء إنسان جديد. أسأل الله أن يبارك في بلدنا مصر، أن ينعم عليها بالأمن والأمان، وأن يحفظ شعبها، وأن يأخذ بيد مصر إلى بر الأمان. اللهم آمين آمين آمين. تحت شعار نجري للعون، شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل النسخة 8 من ماراثون زايد الخيرية الذي سيتم تخصيص العائد منه لصالح مستشفى الناس ومؤسسة مصر الخير وبعض المستشفيات الحكومية، وذلك بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. النسخة الجديدة من ماراثون زايد هتكون في العاصمة الإدارية. النسخة الأولى كانت في بداية القاهرة الجديدة والتجمع قبل ما ينشأ. يعني النسخة المرة دي الحقيقة احنا دايما بنشهد أكتر من 30,000، لكن ماراثون زايد ده اجتماعي ليه أهداف إنسانية، وأيضا بيربط ما بين شقيقين، فخامة الرئيس وسمو الشيخ محمد رئيس دولة الإمارات. حاجة هايلة إن احنا نشارك في ماراثون زايد، ماراثون اللي هو بقاله 23 سنة ودي النسخة الثامنة ليه في مصر. احنا الحمد لله سعداء جدا ان احنا نكون ضمن المشاركين والمنظمين، وطبعا تحت اشراف وزارة الشباب والرياضة في مصر. ينطلق الماراثون من امام البرلمان بالعاصمة الادارية الجديدة مرورا بساحة الشعب وحي المال والاعمال وحي الوزارات، وتنقسم سباقات الماراثون الى 4 كيلومتر بجانب السباق الرئيسي لمسافة 10 كيلومتر، ومن المقرر تنظيمه ديسمبر المقبل بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني 52 لتأسيس دولة الامارات العربية المتحدة. ماراثون زايد كل سنة فيه حاجة جديدة. السنة هذه احنا كنا نعطي جوائز حق 5,000، السنة بتكون الجوائز اللي 10,000 متسابق بمقدر 10 ملايين جنيه، وهذه هي الجوائز بتصرف عن طريق هيئة الشباب وهم المسؤولين، واحنا بنكون ضيوف معاهم. الجديد السنه دي ان اللجنه اللي هي المسؤوله عن الماراثون في الامارات رفعت الجوائز. السنه اللي فاتت كان 5 مليون جنيه، السنه دي 10 مليون جنيه للمتسابقين، اول تقريبا 5,000 متسابق. فدي حاجه بيحاول تشجع الناس اكتر تيجي تجري، الناس كلها ممكن تكسب. احنا مش هم زي ما قالوا في المؤتمر صافي، احنا مش بنعمل سباق للمنافسه قد ما هو سباق مجتمعي الناس كلها تشارك. يعني ماراثون زايد الخيري منذ انطلاقاته الاولى في عام 2001 يمثل علامة مضيئة وحدثا رياضيا عالميا ذات طابعا إنسانيا، وأحد أهم جسور التواصل الممتد بين الأشقاء في جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، والذي احتضنته مصر في 6 نسخ سابقة بدأت عام 2015 بالقاهرة. عدنا لحضراتكم مرة أخرى. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أمين مجلس الأمن الروسي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والعديد من الموضوعات الإقليمية والدولية. طبعا كان في حوار متبادل بين الطرفين ورسائل من الرئيس فلاديمير بوتين وأيضا رد من الرئيس عبد الفتاح السيسي. نشوف هذا التقرير ونعود لحضراتكم مرة تانية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد نيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي، وذلك بحضور كل من السيد سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسيدة فايزة أبو النجا مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، وعدد من كبار المسؤولين الروس. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن أمين مجلس الأمن الروسي نقل تحياتي وتقدير الرئيس فلاديمير بوتين للسيد الرئيس، مؤكدا الأهمية التي توليها روسيا
تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع مصر في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين. وقد نقل السيد الرئيس خالص تحياته للرئيس بوتين مثمنا مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين وزيادة التبادل التجاري، بالإضافة إلى المشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها إنشاء محطة الضبع للطاقة النووية لتوليد الكهرباء والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد باتروشيف أطلع السيد الرئيس على آخر تطورات الأوضاع بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية ومستجدات التحركات الروسية في هذا الإطار على المستوى الدولي، حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر بأهمية تغليب الحلول الدبلوماسية للأزمة ودعم كافة المساعي الرامية لسرعة تسويتها سياسيا بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين، وينهي كذلك التداعيات الاقتصادية السلبية التي أحدثت ضررا كبيرا للدول ذات الاقتصادات الناشئة، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي العالمي الذي يتعرض لمخاطر جادة. وقد تناول اللقاء كذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. الرسالة لو سمحتم عايزين حل دبلوماسي لهذه الأزمة، العالم كله متأثر. طبعا هتقولوا لي أن هذه الرسالة تتكرر منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية. أي فندم، ما هي لازم تتكرر ليه؟ حتى لا يعتقد أي طرف من الأطراف أن الدول خلاص قبلت الأمر الواقع أو الراهن أو غيره وغيره. لا خالص، إحنا ما زلنا نعاني بسبب هذه الحرب وهذه المواجهة، والعالم كله بيعاني معانا. طحن العظم اللي عمال يحصل، العالم كله بيعاني معنا. على الهاتف دكتور حامد فارس، استاذ العلاقات الدوليه. دكتور حامد مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا دكتور شيردي، اهلا بيك واهلا بمشاهدينك الكرام. النهارده كان في حديث كتير عن ملفات مختلفه والتعاون الثنائي وغيره، ولكن الرئيس ده طبعا نحن نتحدث عن زياره لامين مجلس الامن الروسي، وده شخصيه كبيره جدا في روسيا، ورساله الرئيس باهميه تغليب الحل الدبلوماسي على الأزمة الراهنة، وأن الدول خلاص بتعاني معاناة شديدة اقتصاديا والأمن الغذائي وغيره وغيره. رأي حضرتك إيه مرة أخرى في توجيه هذه الرسالة أو تكرار توجيه هذه الرسالة للجانب الروسي؟ يعني هي دلالة واضحة على عقلانية الدولة المصرية في التعامل مع الأزمات الدولية، وبالأخص الأزمة الروسية الأوكرانية اللي ألقت بظلالها الكبيرة والكارثية على كل الدول. وبالتالي الدولة المصرية ومن خلال دورها المهم الآن سواء إقليميا أو دوليا تبحث عن حل دبلوماسي للأزمة الروسية الأوكرانية، وهي رسالة تكررت أكثر من مرة على من سيادة الرئيس السيسي باعتباره هو القائد للدولة المصرية ومعبر بشكل واضح عن سياستها الخارجية. هذه الرسالة تكررت أكثر من مرة، وكانت آخر هذه الرسائل كانت عندما كان الرئيس السيسي ضيف للقمة العالمية للحكومات في دبي، وتحدث بشكل واضح عن الأهمية لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الروسية الأوكرانية. وأيضا كان هناك رسالة سابقة عندما انعقد مؤتمر كوب 27 على الأرض المصرية أمام رئيس 120 رئيس دولة، وأكد الرئيس السيسي في هذا الحدث الجلل أنه لابد من إيجاد سياسة واضحة دبلوماسية لإيجاد حل الأزمة الروسية الأوكرانية، وهي دلالة على أن الدولة المصرية تنتهج مبدأ الحياد الإيجابي وتسعى بكل قوة إلى إيجاد حلول سلمية تحقق الاستقرار لأزمة أثرت بشكل واضح على ملفين رئيسيين سواء ملف الأمن الغذائي أو أمن الطاقة. ده شيء صحيح، ولكن مرة أخرى أنا من رأيي يا دكتور حامد أن تكرار هذه الرسالة هو استمرار الضغط الدبلوماسي الدولي والعالمي على الجهات المتصارعة. يعني ما هو إحنا، لأن بعض الناس بتقول طب ما إحنا بنقول الكلام ده منذ بداية الأزمة، رأي حضرتك إيه؟ يعني أرى أن الدولة المصرية يعني مدركة لخطورة استمرار هذه الحرب
ليس فقط على مستوى الأمن الغذائي وأمن الطاقة، ولكن على استقرار العالم أجمع. العالم وفي ظل اتساع رقعة الصراع بشكل واضح أصبح على شفا الخوض في حرب مباشرة ما بين روسيا وحلف الناتو في ظل حالة من الاستقطاب الدولي الكبير. وشاهدنا زيارة لرئيس كوريا الشمالية إلى روسيا، وأيضا التحالف والمناورات البحرية الأمريكية الجنوب كوريا اليابانية، وسيتم الرد عليه من خلال تحالف صيني روسي وكوري شمالي. وبالتالي أرى أن حالة الاستقطاب الدولية واستمرار هذه الحالة سيكون له تداعيات كارثية على استقرار النظام العالمي، سيكون له أبعاد خطيرة جدا على الوضع العام بشكل عام في العالم، على اعتبار أن هناك نزاعات أخرى سواء بين أرمينيا وأذربيجان من ناحية، وتمدد الصراع في أكثر من 10 دول أفريقيا. أيوة، ما احنا لا نحتاج أن يدخل العالم في المنطقة دي، خلاص يعني مش قادرين يعني. بالضبط دكتور محمد. بالضبط. أشكرك دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، بشكر لك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. اليوان والجنيه، اليوان الصيني والجنيه، التبادل التجاري وحجم التبادل التجاري بين مصر والصين ازداد بشكل كبير في الاونه الاخيره. استثمارات صينيه بدات يتم ضخها في مصر، وده قد يتطلب وده لازم يتطلب انك انت تبدا تنظر الى التعاملات التجاريه ما بين البلدين بشكل مختلف، وهو ده اللي بيحصل في زياره الأستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي إلى الصين. النهارده محافظ البنك المركزي المصري التقى بنظيره الصيني، محافظ البنك المركزي الصيني في بكين، الحديث عن تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وعلى فكرة ده كان بحضور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبعض البنوك المركزية الأخرى، والحوار أيضا على أين هي البنوك الصينية. خدوا بالكم من الكلمة دي، أين هي البنوك الصينية من التواجد على الساحة في مصر والساحة البنكية في مصر. والحديث أيضا أن هناك توجهات لقيادات الدولتين، القيادات السياسية سواء الرئيس عبد الفتاح السيسي أو الرئيس الصيني، بدفع التعاون في المجال بتاع تعزيز التعاون الاقتصادي بالذات. طبعا حضراتكم عارفين أنك أنت علشان تجذب بنوك إلى منطقة جديدة ده محتاج تشجيع. فالبنك المركزي المصري بيتكلم مع البنك المركزي الصيني، واحنا بنشجع وجود البنوك الصينية خاصة في ظل التواجد والتبادل التجاري الضخم جدا. وايضا خدوا بالكم ان هنا انت بتتكلم على الجنيه واليوان، وزي ما حضراتكم عارفين ان احنا منذ فترة بننظر الى ما هي البدائل عن الدولار، وازاي تبدأ انك انت بشكل او باخر حفاظا على الاقتصاد والتبادل التجاري والميزان التجاري في مصر، انك انت تتحرك على مستويات مختلفة علشان تضمن استمرارية العملية التجارية. طيب هنتقل بكم الى ان رئيس الوزراء النهاردة في اطار اللي حصل بالامس في الجامعات المصرية والاحتفالية اللي حضرها السيد الرئيس في الاسماعيلية، رئيس الوزراء النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماع مع وفد بريطاني بيمثل 10 جامعات وخمس شركات لبحث فرص التعاون والاستثمار في مجال التعليم العالي. زي ما حضراتكم عرفنا بالامس وزي ما حضراتكم يمكن متابعين، احنا النهاردة بقى عندنا تقريبا 97 جامعة، وده النسبة الدولية للجامعات، وبدأت جامعات مصرية تدخل وتسجل من ضمن 50 جامعة الكبيرة بكليات مختلفة بمشاريع مختلفة. فاحنا بدأت انتفاضة او بدأ تحرك كبير في القطاع التعليم الجامعي في مصر خلال السنوات الاخيرة، واضافات داخلة، وفي هنا ملاحظات ان انت اصبحت عنصر جذب للطالب سواء الداخلي او الخارجي. ومع ارتفاع الاسعار ومع اختلاف الاسعار العملة اصبح من الافضل للجامعات الجاذبة في الخارج ان هي تيجي تفتح عندك هنا، لان ده هيبقى استثمار بالنسبة له جيد جدا انه هيفتح عندك هنا ويقدر ان هو يقدم هذا العلم ويستغل ان انت منطقة جاذبة ومؤسس الدولة بشكل صحيح، فيبدأ يعمل استثماراته في قطاع التعليم العالي. هنطلع فاصل وهنرجع تاني بعد الفاصل، يلا بينا
نبص كده بصة على الانتخابات الرئاسية، ماذا يحدث في مصر في انتخابات رئاسية؟ على وعد على فكرة، زي ما وعدناكم في قناة الحياة وفي الحياة اليوم، انتظرونا، احنا هنشتغل على هذه الانتخابات وهنغطي ما يحدث لغاية لما نوصل للانتخابات وأبعاد ما يحدث، وهنحلل وهنستقبل وهنستمع وهنقدر ان احنا نقدم لحضراتكم كل الاخبار الجديدة، منظور مختلف شوية، هنبص بالمنظور الاجتماعي، هنبص بالمنظور الانساني، هنبص بالمنظور السياسي، هنقدر نفسر لحضراتكم بعض القوانين، بعض التشريعات، ما يجري الان. ولكن في ظل كل هذه الاحداث لازم نستمر في التغطية بشكل مباشر معاكم زي ما وعدناكم. هنطلع فاصل وهنرجع تاني بعد الفاصل. ضيفي الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، الحياة اليوم. اللواء ملاح علي حجاج أول من أطلق صاروخا في حرب أكتوبر. سجلت وثائق الحرب بطولة اللواء ملاح علي حجاج حيث أطلق أول صاروخ. كانت الطلعة الجوية الثانية بقيادة اللواء طيار الجواهرجي وبجواره الرائد ملاح علي حجاج. حجاج ابن محافظة الإسكندرية، تخرج في كلية الطيران عام 1968، تدرب لمدة 6 سنوات والتحق بالسرب 36 قاذفة صواريخ استراتيجية. يعد اللواء حجاج أقدم ضابط في ملاح الاستطلاع وقت حرب أكتوبر. واجه حجاج ورفاقه صعوبات كبيرة خلال الطلعة الجوية في المنطقة الحرجة. اضطر اللواء حجاج وزملائه للزحف بالطائرة حتى لا يتم كشفهم من قبل رادارات العدو. كتبتنا بالذات كتبت الكباري معروفة كده، ده كباري يعني انت لما بتحب تطلع عند حد لازم تطلع سلم، يعني معنى ذلك ان الكوبري يعني فيه عبور. ففرحنا، بس الله اعلم ممكن يكون رايحين كده تمويه، لان كان في خداع استراتيجي. وشفنا الطيران كان فوق مننا، يعني الطيران اللي طلع ب 220 طيارة طلعوا من جميع الجوانب، فعرفنا ان احنا كده عبرنا، بقينا فرحانين قوي قوي قوي، خلاص كده الكباري بتاعتنا هتنزل. فعلا نزلت، الكلام ده كان حوالي الساعة 3، اخذت معانا بالظبط 3 ساعة. كنا نصبنا الكوبري، وكان طبعا اللي هو مهندس باقي زكي بالقوة بتاعته كان بتحفر الثغرات. الساتر الترابي ده قصة، لو احكي لك بقى عن الساتر الترابي ده يعني احنا عرفنا ان ده محتاج قنبلة ذرية عشان تعدي، لأن صعب. هم عملوه على ارتفاع 20 متر فعلا. طب ازاي هتتسلقوا؟ فكان في طبعا الحبال وبتاع، الناس تتسلق عقبال ما توصل وعقبال ما احنا نعمل الكوبري. فاللي عدى بسم الله ما شاء الله، والناس فرحت، وكان يوم لا ينسى في التاريخ، بيعتبر معجزة فعلا. كان ربنا سبحانه وتعالى بكلمة الله أكبر. كلمة الله أكبر دي كنت تسمعها ما تسمعش مثلا يا إبراهيم يا محمد، كنت تسمع الله أكبر فكان يعرف اللي عليه، والله أكبر في كل وقت وكل أدنى. طبعا الكوبري بتاعنا اشتغل، فطبعا كان في قدام مننا اللي هو الحصن، معروف اللي هو حصن عيون موسى، فكان بيضرب عندهم 6 مدافع بتخش أوتوماتيك وتضرب، لدرجة ان الضرب بتاعهم يعني ابو جاموس صورنا في ودننا، لدرجة ان تم تغيير قائد الكتيبة، المقدم منتصر بالمقدم حسين شاور. ورغم ذلك احنا صلبنا وعملنا وكل حاجة وتمام التمام، وعشنا ومية مية وما فيش مشاكل. وطبعا فرحنا ان احنا عدينا، وبقت ايام لا تنسى. ايه ده انا بسم الله ما شاء الله، خلاص انتصرنا الحمد لله. فانا بقول للشباب ان حافظوا على وطنكم وحافظوا على ريسكم اللي بيعمل حاجات احنا فخورين بيها، لانها رجعت حاجات تفوق محمد علي.
عدنا لحضراتكم مرة أخرى. ضيفي في هذه الفقرة السياسي الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ مصطفى. بدأ سباق الانتخابات الرئاسية، خلاص انطلق سباق الانتخابات، الدعوة الهيئة الوطنية للانتخابات ورسائل الهيئة الوطنية للانتخابات وتحديد المواعيد. دكتور عصام، أنت أحد الأحزاب اللي أعلنت أنا حدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات القادمة، وأنا أعلم أنت يعني أنت المصريين الأحرار، يعني أنت أحد الأحزاب اللي إحنا عارفين إن هي مش بسهولة هتختار إن هي تدعم رئيس قائم فعلا أو كده، وكانت ناس متوقعة إن أنتوا تطلعوا بمرشح. ليه؟ وعايزة تكون سريعا جدا عشان أنتقل بيك الأسئلة اللي بعد كده. أولا طبعا حضرتك أهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين، وعايزين نقول كل سنة وكل المصريين طيبين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وأيضا كل سنة وكل المصريين طيبين بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر العظيم سنة 73، مرور 50 سنة على الذكرى العظيمة دي. الحقيقة عشان تبقى سريعة هتبقى صعبة قوي، لكن خلينا أقول لحضرتك الملامح الرئيسية. الملامح الرئيسية إنه احنا نعلم جيدا حجم مصر وقيمة مصر بتاريخها وحدودها وشعبها، فلازم نقول ان اللي هيجي يكمل او يبقى موجود في سدة الحكم لازم يكون له مواصفات وكرايتيريا معينة. حضرتك اي شركة عامة، لما اي شركة بيبقى حد بيتقدم فيها المنصب مدير مثلا، نقول شركة، لازم بيقدم السي في او السيرة الذاتية بتاعته، بعد ما بيقدمها بتبقى مقبولة بيتعمل له انترفيو علشان يتشاف مقوماته الشخصية، لأن ممكن واحد يكون عنده أفكار كويسة جدا ويبقى برضو عنده رؤية مستقبلية كويسة، لكن هل المقاومات الشخصية بتخليه يقدر ينفذ ده ولا لا؟ فلما جينا بدنا نحلل لقينا أنه أولا خلينا أقول لحضرتك الجزء الأولين، المقاومات الشخصية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي خلتنا أعلننا مش أن احنا داعمين أو مؤيدين، احنا بنقول باعتباره مرشحنا، لأن قلنا مرشحنا لازم يكون عضو في الحزب، قلنا باعتباره مرشح للحزب. لما نمسك مقاومة أي حد سريعا كده، النشأة بتاعته في حي الجمالية، حي شعبي، يعني من الناس. لا احنا هنخش في تفاصيل. طب أنا هقول لك باستعراض، يعني النشأة، طريقة التربية والأسرة، خارج من القوات المسلحة، ثم كان رجلا في المخابرات الحربية ويتولى قيادة المخابرات الحربية، أي رجل معلومات. هل السي في، هل اللي فات نجح؟ نجح من وجهة نظرنا، لان احنا بنتكلم، وبالذات اقول لحضرتك حاجة كل الناس بتهاجم فيها، هي اقوى نقطة وبالذات في الناحية الاقتصادية. انا بس قلت ده اسباب سريعة كده عشان انت قلت ايضا ان هو خارج، هل يجب ان يكون خارجا من المؤسسة العسكرية؟ مش ولا انت بالنسبة لك ده اعطاله بعد مختلف؟ لا، اعطاله بعد مختلف، لان التربية في لو الالتزام، الالتزام والانضباط والقدرة وثباتة الجأش والقدرة على التحمل. جميل، كل هو ده اللي انا عايزك توضحه للناس. دي الناس لما انت بتقول الكلمة دي هو مش واخد باله ان الملخص اللي وراها حاجات كتير قوي انت تبحث عنها كسياسي، لان انت اساسا حزب يدعو الى الدوله المدنيه بقوه. بالظبط، وانت حزب مدني بقوه، ولكن انت تنظر نظره هو احنا محتاجين ايه دلوقتي، بخصوصا في ظل الظروف الخارجيه. وبعدين حضرتك احنا ليه عندنا فزعه من كلمه، لانه بمجرد خروجه من القوات المسلحه بيصبح مدني طبعا، لكن خلفياته عسكريه. طب ما رموز العالم اللي عملت طفرات في العالم كان لها خلفية عسكرية، يعني شارل دي جول وغيره وغيره وغيره. يعني أنا مش عايز بس عشان ما ضيعش وقت طبعا بدي حياتك مثال واحد من كل حاجة، يعني حتى الأسباب ده جزء من ألاف الأسباب. وثم أيضا عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي في المخابرات طبعا عمق الدراية بالملفات المصرية المختلفة قطعا والمتابعة ليها قطعا، لأنه بيبقى فيها مشاكل اقتصادية، الطبيعة الإنسانية، الرجل معلومات. كويس، إلى هنا ده رأي حزب حضرتك وأنا بحترمه جدا على فكرة. أنا في الفترة القادمة عندما نلتقي سأكون دائما على محرج المحايد، أنا إعلامي بناقش حضرتك وأنت رجل سياسي، فحنتحول في الفترة القادمة والبقية بتاعت سواء اللقاء النهاردة أو اللقاءات القادمة نحن نتناقش على قهوة سياسية، قعدة سياسية. أنا عايزك
تعلق لي على اللي بيحصل وعلى الأحداث، لأن أنا أحتاج أن أنا أنقل إلى المشاهد رؤيتك، رؤية حزبك عرفناها، توجه حزبك عرفناه، ولكن هنطلع فاصل وهنرجع تاني بعد الفاصل، رؤيتك للأحداث، أخبار جمع التوكيلات إيه، وأخبار اللي عمال يتقال بقى على السوشيال ميديا واللي عمال يخرج هنا وهنا وهنا. هنطلع فاصل وهنرجع تاني، وبعد الفاصل أخبار التوكيلات معنا إيه في الانتخابات الرئاسية. استقبلت محافظة شمال سيناء قافلة المواد الغذائية المقدمة من وزارة الزراعة لأبناء شمال سيناء كهدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة. وجه محافظ شمال سيناء الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الدعم المتواصل لأبناء المحافظة والتوجيه بتخفيف العبء عنهم. بقول لأهلنا في محافظة شمال سيناء ان الدولة مش ناسياكم، الدولة جايبة 42 عربية محملين بجميع انواع الاحتياجات اللي مطلوبة، وفي جزء كبير من هذه الاحتياجات بيتباع بنسبة 50% تخفيض. بوجه تحية شكر وتقدير الى السيد وزير الزراعة، ومش عايز اخص السيد وزير الزراعة فقط، انا بوجه تحية شكر وتقدير الى الحكومة بالكامل، كل السادة الوزراء تقريبا خلال الفترة الماضية يعني زاروا المحافظة وقدموا كل عون، سواء كل بقى حسب تخصصه، فأنا بوجه تحية شكر وتقدير لهم. وتضم قافلة وزارة الزراعة 41 سيارة محملة ب 75 طن من السلع الضرورية، من بينها اللحوم والدواجن والألبان والأرز والسكر والخضروات وجميع أنواع البقوليات، حيث سيتم بيعها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50%، كما تم توزيع المواد الغذائية وحلوى المولد على المواطنين المستحقين مجانا دعما للأسرة السينوية، فيما تواجدت قافلة بيطرية لعلاج تضم نحو 10 سيارات من الأدوية والمستلزمات الطبية البيطرية والأمصال واللقاحات وفحص الحيوانات والماشية مجانا، بالإضافة إلى صندوق التأمين على الماشية، وذلك لدعم وحماية الثروة الحيوانية لأبناء شمال سيناء. عدنا لحضراتكم مرة أخرى، ضيفي دكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار. فور إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات على الجدول الزمني بدأ الضرب بقى، الشغل بتاع الانتخابات بقى واللعب. طبعا احنا عارفين جهات معينة هتلعب، ده أكيد، ولجان هتخش وكل ما يمكن أن نتخيله، دي حملة انتخابية رئاسية. ولكن أنا واقف قدام أول حاجة راح أعملها، قال لك إن الوقت اللي عاملاه الحملة مش كافي لجمع التوكيلات، رأيك إيه؟ رد سريع. كله سريع. هو في حضرتك يعني هو نموذج الترشيح أو نموذج التأييد المطلوب 25,000، لو احنا افترضنا إن عدد الناخبين هيكون تقريبا بيدور حوالين 60 مليون. انت عارف حضرتك ال 25,000 على 60 مليون يعني 4% تقريبا او اقل. وبالتالي اي حد داخل حمله انتخابيه او داخل، انا استعجبت جدا من البيان اللي طلع بيقول انها صغيره، لان قلت البيان ده بيدينهم، يبقى انت مش مستعد. ده 20 يعني يوم. لا يا فندم، هي مش صغيره. مش صغيره؟ 20 يوم. الايام 20 يوم. وقبل ال 20 يوم انا المفروض الحمله بتاعتي عشان اقدر اكون مجهز نفسي هذا الحجم لازم تبقى الحمله بتاعتي قوامها ما يقلوش مش ال 25، يعني مش 100,000 200,000 35، ما هقول ادنى حد يعني 35,000، لان انا لازم اشتغل في كل المحافظات وكل المدن وكل يعني معناها انت لست مستعدا او انت مش عارف قيمه يعني ايه رئيس مصر. ده بسرعه يعني، فده بيدينه مش ده مش في الصالح يعني. ثانيا المدة دي على فكرة ما متكررة في 2018 وقبلها، ومدة كافية جدا، ولازم يكون مستعد من قبلها ومجهز. يعني احنا لما عملنا في الحملة الشعبية الحزبية للحزب الفترة وعملنا جمعنا مين اللي عايز الشعب عايز يخش يخش معنا في الحملة، احنا جمعنا ارقام اكتر من كده في فترة وجيزة يعني في 15 يوم. يعني انتوا كحزب النهاردة بتجمعوا
توكيلات تأييد للرئيس؟ مش توكيلات، ده انضمام للحملة، ده غير التوكيلات اللي هم هيبقوا أعضاء. انتوا هتعملوا حملة كحزب؟ طبعا، ده أعلنا عنها وقتها. تمام. حزبية شعبية من الشعب، وبننزل نتناقش مع الناس، وبنلاقي في ناس معترضة وبنتكلم معاها وبنعرف رأيها إيه وليه هو معترض، وبناء عليه إحنا بنبني بعد كده الخطة في هنتكلم مع الناس إزاي عشان نوصل للواقع، لأن إحنا اكتشفنا برضو إنه الواقع اللي موجود مع الناس، لا على فكرة الشعب المصري واعي جدا، لأن إحنا معظم الناس بتاخد الانطباع من العالم الافتراضي بتاع السوشيال ميديا، والحقيقه ده خطا. الحقيقه خطا في العالم كله، خطا وخطا. خلينا نقلك بقى بالحته دي، خلينا لحته الانطباع والحدوته، عشان ايه احنا هنخش على النغمه اللي جايه دي، لو بص هحاول بيك على النغمه، اصل احنا حافظين الانتخابات، انا ممكن اقعد اقول لك اول اسبوعين هيتقال 1 2 3 4 هيتلعب في المناطق دي، بعدها هيتلعب في المناطق دي، هنخش بقى سريعا على منطقه ايه، طب ما تنزلش الانتخابات. دي ابتدت. ما انا عارف. ابتدت اللي هو حته ايه؟ ما تنزلش. لا ده انا مش عايزين يعملوا لي توكيلاتي. لا ده انا طب ما انت ما تروحش النهارده، ما تروح بعد 5 ايام، وانت لازم تعمل يعني. انا بالنسبه لي ليها ردود كثيره، ولكن عايز اسمع رايك. انا كمواطن النهارده قاعد وتتكرر نفس الحدوت، على فكره هي نفس الشكوى او نفس الحدوته دي بتترمى في مواسم الانتخابات، رايك فيها ايه؟ والرد عليها يكون عامل ازاي؟ جزئيه ما تنزلش، انا بعتبر النزول ده حق، يعني حق واجب على كل مواطن، علشان مش بنقول له دلوقتي مش هنقول انتخب مين، لكن ده انت صوتك بيحدد مصير بلدك 6 سنين الجايه، لكن لازم وانت بتحدد ابتدي اوزن الامور، اسمع كل واحد من المرشحين اللي بيتكلم كلامه، وزي ما قلنا ادرس برضه مقوماته، هو عمل ايه في حياته نجح، سواء كان على المستوى المهني او ايا كان، فايه نجح في ايه، ولا ده كلام ومجرد ترديد كلام، وبعدين ندرس الحاجات. يعني انا عايز، وده جزء من الحمله وانا بعلنه مع حضرتك، انه احنا المعادنا نحلل في الدراسات، لان هنبتدي يعني النهارده ابتدينا اول يوم في الجزء الاول من المرحله الثانيه، احنا قلنا ان الحمله عندنا 4 مراحل، وكان معاها تدشين موقع الحزب في السوشيال ميديا، يعني الموقع بتاع الحزب. الحقيقه اللي بيتهاجم، الهجوم اللي بيحصل على مصر، اكتشفنا لما بنقعد نحلل بالارقام، وبقول لحضرتك بالارقام، والحزب هيطلع ده بالارقام، ان دي هي نقطه القوه اللي بتحصل. فدايما بنتهاجم في نقطه قوتنا، دايما بيحاول انه يقللها، دايما نحاول انه يتفه ويسفه منها، وده اللي ذكره فخامه الرئيس النهارده. لما قال ان احنا المشكلة اللي حصلت لولا اللي احنا عملناه في ال8 سنوات اللي فاتوا او ال9 سنوات اللي فاتوا، كانت هتكون كنا سيعصف بالاقتصاد المصري. يعصف مين؟ كان زماننا اتسفلتنا، وده ممكن زي ما حضرتك قلت كده اتسفلتنا. يعني انا اسف، يعني انا بتكلم بالبلد، احنا لو ما كناش يا فندم في 350 الف فدان زيادة في القمح انت زرعته بالظبط، في عندك انت، يعني انا اقدر اعدد حاجات معينة، نقاط، سيبك بقى من اللي هم قاعدين يقول لك وبنى العاصمة الادارية وعمل مش عارف مين. طب وانت كنت هتفضل مصر عشش؟ هقول لحضرتك حاجه، اجمل حاجه انا بعتبرها في الحياه يعني بعض الحقائق الثابته هي الارقام. فاحنا هتبقى الحمله بتاعتنا في جزء منها هو الارقام. انا بقول لك الرقم، طب ممكن نتخيل حاجه واحده بس؟ يعني عشان كده بقول لك لازم الناس تنزل. انت احنا كنا تاني خط سكه حديد في العالم، صح؟ اتعمل طول عمرنا في مصر، وفضلنا لغايه فتره وجيزه، يعني لغاية قبل 2013 وما فيش غيره، الخط اليتيم ده القاهرة أسوان وبعض الخطوط الفرعية الصغيرة. هل تعلم حضرتك ان انت النهاردة عندك 4 خطوط سكة حديد بتجهزوا، يعني القاهرة أسوان، اسكندرية أسوان، عندك السخنة الساحل الشمالي، وخط هيبقى فيه خط سكة حديد لسينا ابتدى سيفتتح في الايام اللي جاية لاول مرة، تنمية سينا، ده احنا عندنا مساحه غير عاديه مفقوده. اذا هنتكلم بالارقام، احنا هنتكلم كتير، والناس هتعرف بالرقم، لان الرقم يعني مفيش خلاف عليه. يعني ممكن في السياسه يعني نقول رأي دونين، لكن التسعه تسعه والخمسه خمسه، فاحنا هنقول وهنترك الناس هي اللي تفكر.
احنا مش هنقول وجهه نظرنا، لكن انا هعود بيك. ايوه انا انت كده بتقول الارقام الداعمه لمرشح حزبك وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني انت الان بتتعامل مع الشخصيه اللي اسمها الرئيس عبد الفتاح السيسي كمرشح الحزب المصريين الاحرار، وهتقنع الناس بيه بطريقتك وعامل حمله، وده شيء جميل جدا. انا مبسوط ان المصريين الاحرار، لان انتوا بتفكروا بشكل سياسي جيد جدا. ولكن انا هرجع لحته ما تنزلش. انت هتقنعه انه ينزل ازاي؟ لان هو بيتلعب له على وتر دائم ومتكرر على فكره. واحنا كمعارضه استغلناه في فتره، بس كان دي الفتره الصحيحه بتاعت التسعينات والالفينات، لما يعني طب هو النهارده بيتقال له كده، انت هتقنعه ازاي ينزل؟ بغض النظر زي ما انت قلت رشح اللي انت عايزه. بالظبط. حاجة واحدة، لما يحس ان نزوله وصوته هيبقى جزء من تكملة المشوار. لما يحس ليه الناس بتقول له ما تنزلش، لان عايز اقول لحضرتك حقيقة دامغة، ان الاخوان لم ينتهوا لا في مصر ولا خارج مصر، ان هناك حرب شعواء على مصر لم تشهدها، وهتبقى بالارقام كمية الهجوم اللي على مصر والمشروعات وعلى شخصية القيادات اللي موجودة في مصر اللي هي موجودة غير عادية، ومن ناس احنا قمنا عليهم في 30/6 ومن وراءهم. طب لما هو يبقى بيقول لك، وهتلاقي ان معظم الدعوات من دي حضرتك او من الناس دي، هو مش بيحبني، هو عايز ينفذ مشروعه، عايز مصر دي تبقى زي كل المناطق اللي بيحصل في بعض في الدول دي، لان مصر كسرت خطوط حمراء كانت معموله لها من سنوات طويله جدا، بتزرع بتجيب طاقتك. سينا انت تقول كلمه واحده بس، انك انت بتبني مدن مليونيه في سينا، وده امن قومي يعني. انت وكان خط احمر ممنوع عليك، خط احمر ممنوع عليك، انت كان عندك ممنوع عليك انك انت يبقى عندك قوات مسلحه بهذه القوه، وانت لما بتعمل قوه انت بتحمي امنك القومي. اذا نزولك وتأييدك ده مهم، انا مش بقول مين، لكن نزولك بتدي رسالة للعالم انك إن احنا شعب متحضر، شعب بينزل محافظ على هذا الدستور وهذا الاستحقاق. على الدستور وهذا الاستحقاق، انا مش مهمل. طيب القضاء، خلينا نقلك لحاجة. وانا قاعد في الهيئة الوطنية للانتخابات، هو انا حسيت شوية ان القضاء متضايقين قوي من التشكيك اللي عمال يحصل، ومعهم حق على فكرة، يعني لان القانون يحمي الحكم القضائي، وهو بينظر إلى تحركه بضمير القاضي في كل ما يقوم به. فأنت إيه التشكيك اللي عمال يحصل في القضاء ده؟ ما هو بداية التشكيك لما قالوا إن المدة الزمنية صغيرة، وبعدين كان في تشكيك قبلها، قال لك انتخابات رئاسية مبكرة، لكن بالحقائق والأرقام إنه الدستور 120 يوم من تاريخ إعلان النتيجة، من تاريخ، فكان ده في 1 ابريل، فلازم يرجع 120 يوم تكون الاجراءات ابتدت، فابتدى بالاجراءات وبعدين اصر انه يخلص 16 يناير، لان كانت اشراف القضاء يخلص 17 يناير، فبالتالي لازم يخلص قبل المده. فالتشكيك ده اي حاجه هتشكك فيها، انا بقول لحضرتك اي حاجه هيتشكك فيها. القاضي زي ما قلت لحضرتك كده هو بيتكلم بضمير القاضي، فهو جاي حكم، وبعدين انت بتشكك في القاضي. طب ما هو هم سمحوا بالمتابعه من كل الجهات والاعلام والصحفيين والمؤسسات المعنيه، قال لك اللي هيجي هطلع له، حتى اللجان الفرعيه، وعلى كل لجنه في قاضي، على الصندوق، على كل صندوق، على كل صندوق في قاضي. فاذا بالتالي ما تروح ما بتنزل وتشوف، وانت لما هتبقى موجود في نزولك كناخب انت هتبقى مراقب ايضا، لانك هتشوف مش قاعد منعزل وقاعد سلبي. يعني انت مش نازل لشخص، اللي بينزل الانتخابات يا استاذ محمد مش نازل لشخص، ده نازل لبلده، نازل لوطنه، لوطن بالظبط كده. وايضا انا عايز يعني عايزك تشرح للناس يعني ايه قاضي يقعد 3 ايام على صندوق كل يوم 12 ساعه. صعبه، صعبه جدا، وفي ظروف صعبه جدا، لانه حتى كنت عارف ان في لجان كتير في مناطق نائيه طبعا. فيعني هو ده يعني احنا بنشكر القضاء طبعا طبعا. وانا اتذكر مره كان في الانتخابات اياها، يعني ايام اللي ربنا يعيدها، لما كنا عاملين الكتله المصريه ضد اهل الشر يعني،
فكنا في كنت انا حاضر في احد اللجان الرئيسيه، فقال حاجه فاحنا قلنا له شكرا ليك، لان احنا كنا بنتعلق باي حاجه. انا كنت انا قلت له بالكلمه دي على فكره، القضاء لا يشكر ولا يذم، كنا بنتعلق في رقبتهم. فقال عباره جيده جدا، ان القضاء لا يشكر ولا يذم، لانه بيعتبروا، انا فهمت على طول ده دوره في الحكم. وانا بيتهيألي ان يعني ده تشكيك وتشكيك من البدايه. ايوه، ما هو بيحاول يضرب لك حتى المؤسسه المشرفه على النزاع. يعني ما انا كنت واخد بالي من، ما هو ده لعب، لا ده ما هو ده لعب، ده لعب الانتخابات الاستراتيجي. هو ما هو ملوش دعوه انه بيلعب ضد مرشح، مع الناس لو خدت بالها ده بيلعب ضد دوله. ايوه، ده بيدمر لك اساسا فكره امكانيه ان تكون لك الحريه، او ان يكون لك الحق في ان تكون هناك انتخابات يعني هو بيدمر فكره في دوله، في دستور دوله، وده الدستور اللي حطوه اساتذه في 2014. يا استاذ محمد، ما هو لو ما كانوا القضاه مش موجودين كانوا يقولوا احنا عايزين اشراف قضائي، ولما جه الاشراف القضائي قال لك هيبقى مش عارف ايه والقضاه هيعمل ايه. فطبعا بص، انا عايز اركز اكتر حتى في حملتنا على المواطن المصري كويس. مش عايز اركز على هم بيقولوا لنا مش هنخلص. انا وانا بقول لك لا، اقول لحضرتك بقى حاجه مهمه جدا. أيوة. قبل ما الوقت يداهمنا، انا قلتها في كذا مداخله، في ازمه اقتصاديه نعم، عالميه نعم، واثرت على مصر نعم، هل موجوده في مصر بصوره اكبر؟ نعم. هل هذه الأزمة طبيعية؟ لا. ليه؟ لأن هناك من هو في الداخل بيزود هذه الأزمة بصورة مضطردة جدا عشان يخلق حالة من التذمر. هتزيد علينا أن نتوقعها ونبقى عارفين واعيين، دي نقطة مهمة جدا. أنا قلت الكلام ده من تقريبا من 3 أسابيع والعملية بتزيد، فلازم نكون واعيين. هو الهدف أنه يوصلني لمرحلة قصوى من التذمر ومن الرفض الواقع اللي هو عليا وعلى اعدائي. مش هبص لبكره ايه وهدمر كل حاجه في السلع الغذائيه، في كل شيء، حتى في المواصلات هتلاقي حضرتك ان بتتخلق ازمه في الطرق. هنلاحظ ده، بس ارجو ان الناس وهي في الطرق وده تفتكر الكلام اللي انا بقوله. بتتعب العربيات تقف في مناطق حيويه جدا علشان خاطر تعمل اختناقات، وده ملحوظ من امبارح، واول امبارح العمليه زادت بمجرد بس ما اتعلن على ان في طب يعني انت ما انت داخل بتعمل انت حاجات مره اخرى. يعني خليني ارجع بيك الى المنطقه اللي هي بدايات، نمسك الخيوط كده، لان احنا هنتناقش بقى في تفاصيل هذه الاشياء. ده مش هيكون لقاءنا الاخير اثناء فتره انتخابيه، مش عارف ليه. لا لا، احنا هنقعد كتير. الاعلام، القضاء وجه رسالة إلى الإعلام، الرئيس قبل كده كان وجه عدة رسائل إلى الإعلام، أنتم كأحزاب سياسية. طب أنا هسألك سؤال بقى، هو أنتم طالبين مننا إيه كإعلام؟ كأحزاب سياسية؟ بغض النظر أنت بتأيد مين بعد إذنك. بالظبط بالظبط، لو سمحت. بالظبط. في جزء طبعًا قالوا طلبوا السادة الأجلاء القضاء في الهيئة الوطنية للانتخابات، وقالت إنه الإعلام على الحياد. وده مهم. لكن أنا بطلب من الإعلام إن هو يكون متابع للشارع المصري، وإنه يرصد ويحلل أشياء كثيرة زي ما إحنا بنعمل كده، وإنه ما يعني كل الأطراف، بدليل إنه ابتدى. يعني أنا شفت أحد المرشحين حتى المحتملين ابتدى بعض القنوات بتستضيفهم تتكلم معاهم، فده شيء رائع. احنا بنطلب طبعا حتى ان كل الاحزاب السياسيه تكون لها مساحات في الاعلام عشان تتكلم على من بتدعمه او ترشحه او اهميه الانتخابات، لان ده برضو كل حزب له مريديه وله ناسه عشان تبقى رساله واصله للكل. دكتور عصام خليل، رئيس حزب مصريين الاحرار، بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا. هو الاستضافه الاولى في الانتخابات الرئاسية 2024، ولن تكون الأخيرة، وهتكون دايما القعدة كده نتكلم علشان الناس عايزة أولا تفهم، وفي نفس الوقت احنا بنتكلم لأن احنا الاتنين مهتمين ببلدنا. شكرا ليك على وجودك معايا في الحياة اليوم. بشكر حضراتكم على المتابعة، نشوفكم بكرة بإذن الله الحياة اليوم.